الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم نفتتح بقول الله عز وجل: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، إلى آخر الآيات. إذا في مجال تقربوا قبل ما أبدأ بالدرس مشان ما نقطع ونقول لكم رد تقربوا مرة تانية، إذا في مجال كل واحد 5 سنتي، كل واحد 5 سنتي تحرك على حب النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. لما حصل القحط العام شمل مصر وشمل بلاد الشام ومن جملتها القدس وفلسطين التي كانت وطنا لسيدنا يعقوب وأولاده، كانت وطنا لهؤلاء. كان سيدنا يعقوب في فلسطين ومعه أولاده، فشمل القحط مع مصر، شمل القحط إلى فلسطين، فاشتد القحط عليهم واشتدت المجاعة عندهم. فقال لهم سيدنا يعقوب: يا بني اذهبوا إلى مصر فإنه بلغني أن فيها ملك عادل يطعم الطعام. فقالوا: كيف تأذن لنا بالذهاب إلى بلدة فيها الملوك التي تعاقبت على الظلم وتعاقبت على إذلال الشعوب، فكيف ترسلنا إلى تلك البلد؟ فقال لهم: إن فيها ملكا ينشر العدل ويطعم الطعام ويحسن إلى المساكين، فاذهبوا إليه فلعل الله عز وجل أن يكرمكم بشيء منه. فاستمعوا إلى كلام أبيهم وتهيأوا وذهبوا إلى مصر، إلى عزيز مصر، والعزيز معناه في مصر هو الملك المشرف على الأمة بالعدل والحكمة. فانتقلوا إلى مصر وأتوا إلى سيدنا يوسف من حيث أنهم لا يعلموا أنهم أخوهم، ولا يعرفوا أن يوسف صار في مصر، أنزعموا أنه رموه بالبير ومات. هذا ما يعرفه إخوة يوسف، أن يوسف ألقي في البئر، وإلقاؤه في البئر معناته مات ولم يبق له أثر. فجاء إخوة يوسف يطلبون الميرة
الميرة يعني يطلبون طعاما ويطلبون كساء لما هم عليه من شدة الجوع والفقر. فدخلوا على يوسف، دخلوا على يوسف وهم له منكرون، ما بيعرفوه. وبين رمي سيدنا يوسف في البئر وبين مجيء إخوته 40 سنة، 40 سنة تغير الإنسان، بيتغير على حسب مرور الزمن، وخاصة وقد لبس تاج الملك وهيئة الملك وصار على مستوى ملك، فلم يكن طفلا كما كان، فتغيرت صفته عليهم وتغيرت هيئته عليهم. فدخلوا على يوسف وهو في مقام الملك، قالوا له جايين جماعة من الشام يريدون الميرة، قالوا ادخلوهم. فلما دخلوا عرفهم لأنه بيعرف أخواته، ولو ما مر الزمن عرفهم بما هم عليه من سيمة وما هم عليه من هيئة، فعرفهم من أول نظرة لأنه نبي والنبي له فراسة فيعرف ما يغيب عن الناس. هذه الفراسة التي أكرم الله فيها أنبياءه وأكرم فيها أولياءه، فالفراسة هي معرفة الروح كمعرفة الجسد، تنكشف الروح بحقيقتها كما ينكشف الجسد. فسيدنا يوسف عرفهم بنور البصيرة، أما هم ما عرفوه بالبصر. وفرق بين رؤية البصر وبين رؤية البصيرة، البصيرة تعرف الحقائق، أما البصر لا يعرف إلا الأبدان والأجساد. فعرفهم بهذه المعرفة، أدخلهم عليه وهم له في تلك الساعة وهم له منكرون، يعني متنكرون ما عرفوه. وهذا فرق بعيد بين من يعرفك فيكرمك وبين من لا يعرف. فسيدنا يوسف عرف هؤلاء معرفة حقيقة، أخوته من أبيه، أما أخوه من أمه وأبوه ما أجمعهم. فلما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ناداهم قال لهم أتعرفون العبرانية؟ قالوا نعم. كلمهم بالعبرانية فكلموه بها، والعبرانية لغة بني إسرائيل الذين عبروا البحر. لما عبروا البحر شو سموه؟ سموا بالعبرانيين لأنهم عبروا البحر مع سيدنا موسى، هي معنات العبرانية. فقال أتعرفون العبرانية؟ يعني اللغة الإسرائيلية. قالوا نعم. فكلموه وكلمهم بالعبرانية، فقال من أنتم؟ يعني شو جيدكم؟ مشان إيش جايين؟ من أنتم وما شأنكم؟ فإني أنكركم، أنا ما بعرفكم وما بعرف ليش جايين. فممكن تكونوا جايين وأنتوا جايين تطلعوا على نقصان البلد أو ما في البلد من أمور ناقصة حتى تجيعوا، فممكن تكونوا جواسيس. فقال لهم مين أنتوا ومن أين أتيتم؟ فقالوا لا، نحن قوم من أهل الشام، أتينا أصابنا الجهد والجوع فأتينا نطلب الميرة، يعني تتصدق علينا تعطينا نشتري، فشلون ما بدك بس من أجل أن نأكل.
قال أنا شايف لعلكم عيون جايين مخابرات جايين تطلعوا على البلد وعلى ما في البلد. قالوا له لا. قال لكان عرفوني مين أنتم. قالوا له نحن 12 أخ فقدنا واحد مات وهو صغير. مين هو اللي مات وهو صغير؟ يوسف. فقدنا واحد ونحن 11 بقينا 11 واحد. واحد تم عن والدنا، والدنا شيخ كبير وهو نبي من الأنبياء يدعو إلى الإيمان ويدعو إلى محبة الله ويدعو إلى التقرب إلى الله وأن الله إله واحد. فبعثنا من أجل الميرة. فقال لهم أنا لح أعطيكم وأطعمكم لكن على شرط، ما لي مصدقكم، إذا بدكم ياني صدقكم بتجيبوا أخوكم اللي عند أبوكم حتى صدقكم أنه أنتوا جايين طالبين ميرة، ما لكم جايين جواسيس على البلد وعلى أهل البلد حتى أطمئن لكم. أنتوا عم تقولوا 12 ولد، ولد فقدتوا صيتوا 11، فأنتوا اللي جايين 10، ال 11 وينه؟ والولد اللي بقيان عند أبوه مين؟ أخو يوسف يلي من أمه وأبوه بقيان عند أبوه كأنه من ريحة يوسف حتى دائما يتذكر يوسف. فقال لهم إذا بدكم يعني أعطيكم ترجعوا بتجيبوا لي أخوكم. ألا ترون أني أوفي الكيلة بعطيكم زيادة وأنا خير المنزلين، يعني بضيفكم ضيافة كاملة لما بعرف صدقكم. الآن ما في لكم عندي كيل، هلا لا كيل لكم عندي، إذا ما بتجيبوه ما رح أعطيكم شيء، إذا ما جبتوه معناتها أنتم جواسيس جايين تتجسسوا على البلد، فإذا بدكم يعني أعطيكم بتجيبوا لي أخوكم حتى أعرف أنكم صادقون، جيبوا أخوكم تجوا. هي كلها طريقة حيلة اتخذها صلوات الله وسلامه عليه حتى ينقذ أخوه من بين إيديهم ويجيب والده ووالدته لعنده. لما عرفهم عمل هالتكتيك صلوات الله عليه من أجل يجيب والده ووالدته لعندهم. فإذا قال لهم من أول الأمر قال لهم أنا يوسف، معناتها لحتى تنكشف الأمور، فخلاها لحتى يجي والده ووالدته. فقال لهم وهم له منكرون، عرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم عمل لهم حط لهم الطعام وحط لهم ضيافة وقال لهم ما لح أكملكم الكيل الكامل حتى تجيبوا أخوكم، هلا بعطيكم جزء من الطعام. أعطاهم جزء. ولما جهزهم بجهازهم يعني أصلح لهم الحمال تبع الجمال، حمل لهم إياها وكل ما فيها، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، أنا أعطيتكم نص الطعام الآن مشان ترجعوا وجيبوا أخوكم، فإذا جبتوا أخوكم وسع لكم الكيل وإلا فلا كيل لكم عندي. فليش طلب أخوه؟ طلب الأخ ما هو إلا تمهيد لطلب الوالدين، بده أبوه وبده أمه، لكن أول كل بده يشوف الصدق. فيا هل ترى هل يعاملوا أخوهم كما عاملوا ولا بيكونوا صادقين مع أبوهم؟ هالمرة بيجيبوا أخوهم ليزدادوا كيلا. فقال لهم
ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. وأخ من أبوهن، أخوه ما بيخلي أبوه يطلع، حريص عليه لأنه من ريحة يوسف حاطه عنده، ما عم يبعثه مع أخواته، خاف يعملوا معه مثل ما عملوا بيوسف، يعني خاف على الأخ من أخواته. وهي ذكرت لكم ابني في الحياة، الأب يجب عليه أن يعتني بالعدل بين الأولاد، يعدل بين الصبيان وبين البنات، فإذا ما عدل بيتآمر عليه. فالله عز وجل ذكر لنا قصة سيدنا يوسف حتى يعرفنا أن الأخوات حسدوا أخوهن من نظرة. ليش بيضحك ليوسف؟ ما بيضحك لهن، حسدوا أخوهن على ضحكي. فهون القرآن عم يعلمنا كيف يستعمل الأب الحكمة في البيت. كيف يستعمل حكمة المعاملة مع الأولاد؟ يجب أن يعدل بين الأولاد العدل الكامل. فإذا فضل ولد على ولد ببسمة أو بزيادة فأخواته بيحسدوه. والحسد بين الأخوة أشد من حسد الغريب. غريب بيحسد لكن ما بيصل منه أذى، أما الأخ إذا حسد بيصل منه أذى، بيصل إلى قتل أخوه. فأخوات يوسف قتلوا أخوهم مشان حسد على ضحكي. يخلو لكم وجه أبيكم، يعني بتضحك لكم أبوكم، كانت الضحكة ليوسف بتصير الضحكة إلكم. فلذلك اقتلوا يوسف حتى أبوه ينسى وتصفوا أنتوا قدامه، وإذا أنتوا صرتوا قدامه بيصير بتضحك لكم إلكم. فإخوة حسدوا أخوهن وهو البريء الصغير، وقتلوا أخوهن بزعمهن، رموه بالبير يعني قتلوه، قتلوا أخوهن من أجل ضحكة. فمعناتها أنت يا ابني لما بتكون في البيت وبتشوف أبوك كرم أخوك أكثر منك، ودلل أبوك أكثر من دلل أخوك أكثر منك، لا تزعل ولا تحقد، خليك دائما راضي. فإذا كان أبوه اضحك له وصبرت فإن الله عز وجل يكافئك، الله يعطيك المكافأة أكثر من أخوك. أما أن تحقد على أخيك وأن تفكر أن تؤذي أخاك، هذا يا ابني ليست من صفات أهل الإيمان. أهل الإيمان يرضى بالله إن والله فضلوا أخي أكثر مني، أعطوا أخي أكثر مني، دلل أخي أكثر مني، ليش أنا ما بنفع؟ ليش أنا ما ابنهم كمان؟ فبيفكر أنا ما ابنهم، بيصير الشيطان بيوسوس له، فبيتآمر على أخوه، بيتآمر أنه يحكي ضد أخوه ويحكي على أبوه على أخوه، حتى أبوه يكره أخوه من الأعمال، يكون أخوه معامل. هذه نفسية الإخوة الضعفاء يلي ما تربوا على الإيمان، ما تربوا على التقوى، فبيصيروا بيتآمروا على أخوهن. فهي كل الآيات من أجل أن يعلمنا الله عز وجل كيف نقوم بالعدل. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال، وضعها قاعدة في قواعد التربية البيتية، فقال اعدلوا اعدلوا، كررها النبي ثلاثا، اعدلوا اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل. بوس إذا باس واحد بده يبوس الثاني، نحن هلا بيجي الولد بيقربه بيبوس الولد، وإذا أجت البنت بيقول لها روحي روحي لعند أمك على المطبخ، روحي، بيبعت البنت على المطبخ وبيحط الولد قدامه. فبيطلعوا البنات حقودين على الأبناء، البنت بتحقد على أخوها، ومن حقدها على أخوها بتتآمر على أخوها. ممكن لما بده يتزوج
تتآمر هي ومرته عليه لأنه حاقد عليه من الطفولة. هذا سبب أن الأب ما له عادل، والأب ما له واعي الإسلام ولا واعي الدين. تآمر الإخوة، تآمروا على بعض البعض. فإخوة يوسف، وفي رواية أنه أنبياء، مع أنه هذا بعيد، تآمروا على قتل أخوهم من أجل بسمة. فمعنى ذلك يا أبني أن الأب يجب أن يعتني في البيت بعامل الأولاد مثل بعض البعض. قبل هاد بيقبل هاد، عطى هاد بيعطي هاد، عطى هاد بيعطي الهي، بيعطي البنت كما يعطي الصبي. هذا الأب يا أبني المسلم، مع أنه هذا فقدناه هلا في المجتمع. هالأب هذا اللي بده يتعلم الإسلام ويتفقه في دين الله، هذا فقدناه. صار الأب بدلل الصبيان وبهين البنات، وفي منهم حتى إذا عند الموت، عند الموت بيعطي الصبيان وبيمنع البنات، انه اذا بده يعطي البنت راح يخليه للصهر. طيب وبركي طلقها هذا الصهر، بدها تقعد خادمه عند اخواته، خادمه عند اخواتها، بدها تقعد تخدم اخواتها مشان يطعموها اللقمه، بيطلعوها من البيت. هذا يا ابنين يلي صاير في مجتمعنا. المجتمع صار مجتمع جاهلي، ما هو مجتمع اسلامي، مجتمع جاهلي. كل واحد صار بده جيبته، كل واحد صار بده بطنه، ما عاد سأل عن أمه، ما عاد سأل عن أخوه، ما عاد سأل عن أخته. خاصة إذا كان الأخ الكبير، الأخ الكبير بيجي للأخوات اللي أصغر منه، للبنات، بيقول لهم في تجارة، في شغلة ومربحة، وبتربح معنا كذا وبتعمل كذا، بيحط لهم قصور من خيالات. فالأخوات بيتمنوا أن يصير معهم، بيدفعوا له المصاري، متى ما أخذ المصاري عظم الله أجركم، ترك أخواته ما عاد سأل عنهم، وخسرنا بالبضاعة وراحت البضاعة، وصفيوا أخواته برا وما بقى في إلهم شيء. هذا اللي عم يصير في المجتمع. فصارت جاهلية يا أبني، انتشرت الآن الجاهلية. فبدنا لحنا ننتبه، نرجع للإسلام، نرجع لدين الله، حتى ما نظلم بنت ولا أخت ولا أخ. كل واحد بده يأخذ حقه. فالأخ لو أخذ مال أخواته لحتى يشغلهم، فرض عليه بده يحسب بالقرش قديش ربحوا، قديش إلهم، بده يأدي لهم حقه شهريا ويضمن لهم مال. أما إذا خسر بالمال فهو مسؤول بين يدي الله، خاصة إذا كانوا الأولاد أيتام، يعني أقل من سن البلوغ. ومن يأكل درهما من ولد يتيم فإنما يأكل في بطنه نارا. إن الذين، قول الله عز وجل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وخاصة عند الموت، إذا كان الأب عند الموت وصى للصبيان وحرم البنات، أو قال هذا الابن له عندي دين، هو ما له شيء لكن مشان يزود له المصاري له، قال أنا متدين منه له عندي دين وكتب له 100,000 زيادة، والأم وافقت على ذلك. فهذا الأب وهذه الأم كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجلان، يعني الرجل والمرأة، إن الرجلان ليعملان بطاعة الله 60 سنة حتى إذا حضرهما الموت جارا في الوصية. عطوا الابن أكثر من البنت، جارا في الوصية فوجبت لهما نار جهنم، يدخلون إلى نار جهنم، مع أنه بالطاعة 60 سنة محيت طاعتهم بمخالفة دين الله. لأن الميراث حق الله وليس حق الإنسان، فبدك تأدي لهم حق كاملا، للبنت، للأم، للأخت. أما بيأكل حق أمه، بيأكل حق أخته،
وماشي بس بده يأمن حياته، فهذا من أهل النار ولو تعبد 60 سنة. فمن ننتبه لتأديب النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. فهون الآن عرفهم بأنهم الظالمين إله، القاتلين إله، عرفهم بأنهم هن اللي حرموه الأب، رموه بالبير، حرموه أبوه، حرموه أهله، حرموه بلده. لكن الله تفضل أن المظلوم دائما هو السعيد، المظلوم نصيره الله، والظالم خصمه الله. فلذلك بات مظلوم ولا تبات ظالم، المظلوم حصته الله لكن الظالم خصمه الله. ففي كم إنسان لا بينتبه إلى الابن ولا إلى البنت، بيعطي هاي بيمنع ها بيمنع بيعطي هاي وبيمنع هاي، خاصة إذا كان الأب توفى أو إذا كان الزوج توفى، بيت العم الزوج توفى بيجوا بيت العم نسأل الله السلامة، بيحرموا الزوجة ميراثها، بيحرموا الزوجة حقها، بيحرموا الزوجة إذا ما ألعوها، إذا ما حرموا ولدها. فهؤلاء كلهم من أهل النار، وإن صلوا وإن صاموا لا يفرحوا بصلاة ولا بصيامهم، لأنهم أكلوا حقوق الغير وأضاعوا حق الغير. هي المرأة اللي مات زوجها إلى حق شرعي في حق الزوج، الزوج له بيت، الزوج له مال، الزوج بده ياخذ حقه، بده تاخذ حقها. فإذا منعناها حقها فمعنى ذلك أننا خالفنا دين الله، حيث يقول الله تعالى وصية من الله، وصية من الله، الله أوصاكم أن تؤدوا الحقوق إلى أهلها. فإذا أضعنا الحق معناته أهملنا القرآن وأضعنا كلام الله تعالى وخالفنا شريعة رسول الله، فليس له إلا النار. فبدنا ننتبه إلى هذه الناحية. فعرفهم وهم له منكرون. إذا عرفت من أساء إليك إياك أن تسيء إليه، عرفت أن فلان أملك مخطط أساء إليك فإياك أن تسيء إليه. لا تقابل السيئة بسيئة، بل قابل السيئة بحسن. دائما أحسن إلى من أساء إليك، إن الله يحب المحسنين. أساء إليك بكلمة، أساء إليك بعمل، أساء إليك بأمر من الأمور. هي أساءوا إلى سيدنا يوسف، رموه في البئر، أول كل قالوا اقتلوا يوسف، اتدخل أخوه لا تقتل بس رموه بالبير، رموه بالبير يعني أرادوا قتله. فلما عرفهم نسي ما أخطأوا معه وترك ما أساءوا، والتفت بده الغالي، والده الغالي، والدته الغالية كانت ميتة، بده والده الغالي. فقال لهم أنا لح أعطيكم ولح أكرمكم لكن أنا شاكك فيكم، فإذا تصدقوا معي بعطيكم زيادة وبوسع عليكم زيادة، أما إذا كان رأيت منكم كذب وعدم صدق فلا كيل لكم عندي. لأنه عرف أن أخواته كذبوا على أبيهم، كذبوا وجاءوا على قميصه بدم كذب، وقالوا إنا ذهبنا نستبق فتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، كذبوا على أبيهم، وأبوهم نبي من الأنبياء، كذبوا على أبيهم وتآمروا على أخيهم. هذا كله مشان احنا نعرف في حياتنا. فعرفهم، هاي درس إلنا، أن كل إنسان عرف أن له رفيق أو صاحب أو أخ أو ابن أساء معه إساءة أودت به إلى فقر أو أودت به إلى شدة أو أودت به إلى نكال،
فإذا التقيت معه بعد مدة فانسى الخطيئة، انسى الذنب، واجعل صلتك بالله، واجعل اعتمادك على الله، واجعل توكلك على الله، فالله تعالى يغير ويبدل، المظلوم صار ملكا والظالم ستأتينا. أتوا إليه في حالة فقر يقولون وتصدق علينا، شحادين جايين يطلبوا الصدقة، فالمظلوم صار ملكا بيده الخير وبيده العطاء، والمظلوم أتى شحاد يريد لقمة الطعام. فالقرآن عم ينبهنا هذه النتيجة، فلا تفرح بالبداية ولكن دائما دائما انظر إلى النهاية، فالنهاية بيقول من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. فالبداية كتير ناس بيفرحوا بالبداية، صار معه مال، صار معه كذا، إيه هذا كله رغوة صابون يا ابني، رغوة، لكن انظر للنهاية، راحت الرغوة وصفي بيصفع الحديدة، دخيلكم دبروني، بنقول له هذا جزاء ظلمك لهالأيتام، ظلمك لهالمسكينة، لهالفقيرة اللي تركتها، يلي تركتوها. ما رأيت إنسانا ظلم فقيرا أو مسكينا إلا في آخر حياته مات مهتوك الستر، ما بيموت مستور لأنه ظلم. فهي الآية، دخلوا على يوسف فعرفهم، شو عرف من هون؟ عرف انه هذا في شامي هون، وعرف هذا في خال هون؟ لا، عرفهم انهم الظالمون له، انهم المتآمرون على قتله، انهم الذين ارادوا ان ينهوا من الحياة، والقوا بالبير، شلحوا أميصه، القوا بالبير بالزلط، لا رحمة ولا شفقة. طيب في اكبر من هيك ذنب؟ القوا بالبير. لكن لما عرفهم غفل وتناسى خطيئتهم، لأنه في علم من وراهم نظر أبلغ، وهو النظر الذي هو أبلغ هو أن يلتقي بأبيه، أبوه يلي فقد بصره مشانه وهو يبكي حزنا على يوسف. فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم، ولما، ما قال فلما، في فرق بين فلما وبين ولما، شو الفرق؟ لو قال فلما معناتها بسرعة، بسرعة جهزهم بجهازهم، لا، خلاهم عنده جمعة، لذلك بهالجمعة صار ياخذ يعطي معهم، بده يتوقف على انه والده حي ولا ما حي. ولما، اذا بعد مدة من مجيئهم جهزهم بجهازهم، ولما جهزهم بجهازهم، جهاز السفر يعني يهيئ لهم ما يحتاجون اليه في السفر من طعام وشراب ومركوب، المركوب معهم اجمال مركوب معهم، لكن هيئ لهم الطعام والشراب الذي يكفيهم للوصول إلى البلد، ويكفي والدهم لرجوعهم إله بمقدار ما يأكلوا، ويخلوا لأبوهم ما يأكل هو وولده ويرجعوا إلهم. قال ولما جهزهم بجهازهم، قال لهم هي أنا هيأت لكم الطعام، لكن أنتوا قلتوا أنه أنتوا 11 وأنتوا هلا جايين 10، فبدي أمن أنه أنتم صادقين ولا لا، فبتجيبوا لي أخوكم. قالوا له أخونا مو منا، أخونا من أبونا. قال إيه أخوكم من أبوكم، جيبوا لي إياه حتى أعرف أنه أنتم صادقين. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، أخوكم من أبوكم، ليش ما تكون جايبينه معكم؟ أنه كل واحد عم يأخذ ميرة لحاله،
فلو جبتوا أخوكم لعطيته كمان، ومشان أبوكم كنت بعطيكم. أما أعطي أبوكم وأعطي أخوكم وما موجودين، لا، كل واحد بيأخذ حصته. يعني لما كان أيام الوسيئة، بسموها أيام الوسيئة، لما كانوا الإفرنسيين في البلد كان خبز الوسيئة، كان كل واحد له رغيفين أو ثلاث غرفة كل يوم، كل وسيئة كل واحد يعطوه كم واحد العيلة، العيلة مثلا خمسة بثلاثة بخمستاشر رغيف، يعطوه خمستاشر رغيف. أي أنتم ما أدركتوها، يلي عمره من فوق الخمسين أدركها. كانوا بالوسيئة، خبز الوسيئة يسموه، يعطوا كل واحد ثلاث غرفة كل يوم، تأكل ثلاث غرفة فقط ما في أكثر. فأعطاهم الوسيئة مشان يكفيهم. فقال أتوني بأخ لكم من أبيكم. قالوا له أخونا من أبونا، أبوه ما بيطلع عنه، ما بيتركه، حاطه عنده. ليش؟ قال كأنه زعلان على أخوه يلي مات، زعلان على أخوه اللي مات، فحطه عنده دائما مشان يشمشم ريحة أخوه منه. هاي المباحثات اللي صارت بينه وبينهن، يشم ريحة أخوه دائما منه، لذلك خليه معه. قال ما بتطالعوه، ما بتلاعبوه معكم، ما بتاخدوه معكم. قالوا له أبوه ما بيسلمنا إياه، مخليه عنده دائما حاطه معه، إذا بده يطلع أبوه بياخد إيد أبوه، أما لحنا ما بيطلبنا. فعرف سيدنا يوسف أنه هذا أخوه الحقيقي وأبوه الحقيقي. فقال لهم إذا بتجيبوا لي إياه بزود لكم الكيل، ما بتجيبوه فلا كيل لكم عندي. فأتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل، إذا جيتوا بزود لكم الكيل وبتمم لكم إياه. هلأ عطيت كل واحد منكم نص المعيشة، نص المعاش، لكن إذا بتجيبوا أخوكم بعطيكم معاش كامل، بعطيكم مثلا كل واحد كان عم يعطيه، كل واحد عم يعطيه بالشهر لو فرضنا 10 كيلو قمح، قال له إذا بتجيبوا أخوكم بعطي كل واحد 20 كيلو، أوفي لكم الكيل، بس جيبوا أخوكم معكم. بده أخوه، وما في أغلى من الأخ، ما في أغلى من الأخ، ما في. ممكن يا ابن يكون لك أولاد، لكن أنو أغلى، الأولاد ولا الأخ؟ لا، الأخ أغلى. الأولاد كل يوم في ولد، ممكن كل سنة بتجيب ولد، وممكن تتزوج تنتين وتجيب كل سنة ولدين، وممكن تتزوج 4 وتجيب بالسنة 4 أولاد، بيجي أولاد. أما أخ ما في غيره، هذا الأخ الغالي، ويلي بيفرط بأخوه هذا فرط بعيونه، فرط بحياته، فرط بروحه. هذا أخوك من أمك وأبوك، هذا أغلى شيء لازم يكون عليه. بينما لو نظرنا في المجتمع منشوف بالبيت الواحد 4 أخوات أعداء لبعضهم البعض، هذا بيعادي هاد، وهذا بيحارب هاد، وهذا بيعادي هاد، وهذا بيزعل من أخوه. ليش؟ لأنه ما تربوا على الإيمان، فلا أم ولا أبوهم ربوهم على الإيمان وعلى المحبة. بينما البيت اللي الأولاد تربت فيه على المحبة بيفدوا بعضهم، بيفدوا حياتهم ببعضهم. هذا بينفق ماله على أخوه، هذا بينفق حياته لأخيه حتى ما يخلي أخوه يقع في شدة أو نكبة. هذا الأخ، هدول الأخوة الذين يأتون يوم القيامة متعاضدين متكاتفين مع والديهم، يدخلون الجنة معا مع الأم والأب، لأن الأم والأب أحسنوا التربية وتعاونوا، فبيجوا الأخوات كلهم مع بعضهم مع الأم والأب يدخلون الجنة معا. هدول هي الأخوة. أما تشوف أخوك تحارب أخوك، أخ بحارب أخوه جمعة وجمعتين وشهر وما بيحاكي، أعوذ بالله. الإسلام حرم أن تحارب أخيك أكثر من 3 أيام، أكثر محاربة 3 أيام
ما بيصير تحارب أربعة أيام، ثلاث أيام أطول مدة. وإذا ما رجعت حكيته فالملائكة ابتعدت عنك، حتى لو كانت ليلة نصف شعبان الله لا يغفر له، لو كانت ليلة القدر الله لا يغفر له، لأنهم بيتين على شحناء. فالله يغفر في ليلة النص لكل أمة سيدنا محمد إلا لمشرك أو مشاحن. مشاحن اللي بينه وبين أخوه في زعل، فبدك تصالح أخوك ثلاث أيام. في اللي محاربه صار له شهر وشهرين وسنة، ويلي ما بيروح لعند أخوه، ويلي ما بيسلم على أخوه، هدول جاهلية، عايشين في الجاهلية، ما عاشوا في الإسلام، ما عرفوا الإسلام. أنتوا أخواني يلي عم تسمعوا، يلي منكم واقع بهالخطيئة بده يرجع يروح يسلم على أخوه، يسلم على عمه، يسلم على قرايبه. زعلانين حط الزعل مع جنب، نحن بدنا دين، بدنا إيمان. فالدين والإيمان يطلب منا أن نكون دائما متحابين لا متعادين، متآخين لا متفرقين، هكذا الإسلام يطلب منا. فإذا كان اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل، بعطيكم كيل زيادة وأنا خير المنزلين. هل هذه الكلمة شوفت حال من سيدنا يوسف؟ يعني شايف حاله أنه أنا بكرمكم وأنا بدللكم وأنا بعطيكم وأنا خير المنزلين؟ حلو حق يقول وأنا خير المنزلين. سيدنا يوسف قال هذه الكلمة ليطمعهم بفضله، مشان يطمعوا بفضل سيدنا يوسف، حتى يطمعوا بكرم سيدنا يوسف. قال لهم إذا بتجوا لعندي أنا بزيدكم وبعطيكم وبكرمكم. زيادة الفضل والتكريم، وأنا خير المنزلين. مع السلامة، يلا روحوا وجيبوا لي أخيكم، وانتبهوا فإن لم تأتوا به فلا كيل لكم عندي. إذا ما بجيبوا أخوكم ما لكم ميرة عندي أبدا، لا بيع ولا هدية ولا عطاء، فلا كيل لكم عندي. ولا تقربون، ما بإذن لكم تدخلوا البلد، يعني ممنوعين من دخول البلد إذا ما بجيبوا أخوكم. فأمل عليهم حصر، حصرهم لا عطاء وطعام ولا دخول للبلد، محرومين حتى تجيبوا أخوكم. فهون شدد عليهم التشديد هاد حتى يكسب منهم أخوهم يجي، ثم بعدين بده يجي والدهم. فقال له يروحوا جيبوا أخوكم أولا، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. يعني لا بضيفكم ولا بنزلكم بالبلد ولا بتشوفوا كرامة في البلد، إنما في قدامكم طرد من البلد ورجوع من غير ما تاخذوا شيء. وهن عرفانين، عرفانين إنه عم يكرمهم دلال وتكريم. قالوا والله لا تأخذنا، سنراود عنه أبا. لحنا بنحكي لأبوه، أبوه متمسك فيه ما بيطالعه، بس لحنا رح نحكي لأبوه، نبذل جهدنا مع أبوه، سنراوده. والمراودة بنكرر مرة ومرتين وثلاثة، بنحكي معه حتى يرضى، سنراود عنه أبا. وإذا ما فهم نعمل مخادعة، منخادعه بس منشان نجيب لك إياه، يعني لح نعمل كل الحيل مشان نجيب لك الأخ. فكلمة سنراود، كلمة المراودة، تحتمل الكذب، تحتمل الخداع، تحتمل الصدق. فلح نبذل كل الجهد اللي معنا حتى نجيب لك أخوك. ما عرفوا أنه أخوه، مشان نجيب أخونا. قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. أنه لحنا طمعانين بالرزق، طمعانين بالميرة، بدنا ناكل، طمعانين، فمنعمل كل حيلتنا أنه نجيب لك
أخونا. طيب ما دام هيك هذا قبل ما يمشوا قاعد هو وياهم عم يتباحث هو وياهم، قال لهم إذا نويتوا لركز لكم إذا الحمل حتى تمشوا. بدنا نمشي. وقال لفتيانه، الفتيان الشباب اللي عم يشتغلوا عم يحملوا، أنهم بدهم يجيبوا القمح، بدهم يعبوا شوالات، بدهم يحملوا الجمال، ولا أخواته حاططهم عنده. قال لفتيانه سرا بينه وبينهم، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. بضاعة اللي جايبينها، يلي جايبين جلود، جايبين اغراض، جايبين مشان مقابلها نعطيهم القمح، حطوا لهم اياها في غراضهم، رجعوا لهم الحمال تبعهم وحملوا لهم فوق منها ما يكفيهم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم حطوها بين الامحات حتى ما ينتبهوا لها، وحطوا القمح فوق منها. بالطبع كان القمح بالسنابل، لما لح يحطوا السنابل لح يغطوا الغراض كلها. فتكتيك من سيدنا موسى يوسف صلوات الله عليه حتى ما يكشفوها، لأنه قدامهم طريق من مصر إلى القدس، قدامهم طريق طويل حتى ما يكشفوها. قال لهم حطوا الغراض كلها، خبوها وحطوا فوق منها القمح حتى ما يكشفوا البضاعة. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. لما بيرجعوا لعند أهلهم وبيفتحوا البضاعة بيشوفوا بضاعتهم موجودة، مشان إيش؟ قال لعلهم يرجعون، يعني هي سنارة، هذا طعم بالسنارة، مشان يرجعوا مرة تانية، يرجعوا أخوهم مرة تانية. فحط لهم بضاعتهم، معناتها الميرة اللي عطاهم إياها هدية من غير مقابل، اللي عطاهم إياها شو كل هدية، عطاهم إياها هدية، لا أخذ مقابلها ولا أغراض ولا متاع ولا شيء. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم حتى يعرفوا أنه أكرمتهم إكرام، أعطيتهم هدايا، ما أعطيتهم بالمال، لعلهم يرجعون. صلوات الله على سيدنا يوسف، ما أحلى يعني تكتيك العقل، عقل نبوي، بده يرجعهم، رجعوا له بضاعته. ما أنه إذا كان إنسان أتاك بهدية، الهدية واجب أن تقبلها وإن كانت قليلة. أي هدية، لما المسلمين طلعوا على الحبشة شو أخذوا للنجاشي؟ جلود، فقبل هديته، مقبول الهدية أيا كانت. فسيدنا يوسف صلوات الله عليه قال لهم رجعوا لهم إياها، ما قال لهم رجعوا لهم إياها ما منقبلها، رجعوا لهم إياها مشان يعرفوا أنه لحنا أكرمناهم ودللناهم وعطيناهم هدايا ورجعنا لهم بضاعتهم إلهم، لأنه هن بحاجة إلها، فلحنا ما بناخذ مقابل الهدايا عطايا، صلوات الله عليه. طيب لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا، يعرفونها يعني من طريق التكريم ومن طريق الدلال والإكرام، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. بركي بيرجعوا مرة تانية بيجيبوا أخوهم. قديش الأخ غالي يا ابني، قديش الأخ غالي، سيدنا يوسف أعطاهن، مع أنه ما حدا عم يجي إلا عم يدفع، أعطاهن عطاء نروحوا، بس جيبوا لي أخوي، أخي بده يشوف أخوه، مشتاق لأخوه 40 سنة ما شافه، جيبوا لي أخوكم.
قال لهم أخوكم، ما قال لهم أخي، عشان ما تنكشف. بده يصل للنتيجة للغاية. قال جيبوا لي أخوكم من أبوكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. طيب، فلما رجعوا إلى أبيهم حملهم غداهم، بعد ما تغدوا قال لهم الله معكم، الجمال محملة مربطة خالصة، يلا امشوا. سحبوا الجمال ومشوا، ما عرفانين شو نحط بالجمال، لأنه كانوا عنده عم يطعميهم وعم يكرمهم وعم يدللهم. سبحان الله، قديش سيدنا يوسف كان صافي القلب، نسي تآمرهم ونسي مكيدتهم ونسي مكرهم ونسي كذبهم، نسي الكل، عم يطعميهم. يلا حملوا ومرجوا. فلما رجعوا يعني من مصر إلى أبيهم، لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، ما رضي يعطينا، منع منا الكيل، جوعانين، منع منا الكيل، ما رضي يعطينا، ليش منعكم؟ قال والله قعدنا معه وسألنا، ومين أنتوا، منين جايين، شك فينا أنه نكون لحنا يعني جواسيس، شك فينا، فسألنا أنه لحنا من الشام ومن عائلة أنبياء وأبونا نبي، وذكرنا له، سألنا كم ولد أنتوا، قلنا له 12 واحد، واحد مات ولحنا 11 وأبونا خلى واحد عنده، حكينا له. قال له سألكم كم ولد؟ قلت له أنه في واحد مات. قال له ما مات أخوكم، ما مات. قالوا له إنك لفي ضلالك القديم، أشو أنت خربطت؟ مات صار له 40 سنة راح. سبحان الله، أهل منع منا الكيل، ما رضي هلا يعطينا إلا مقدار ما يوصلنا لعندك وأكل نرجع لعنده. فقام منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل. نكتل مو اسم أخوه هون، لأنه في كتير من اللي بيقروها قالوا له شو اسم أخوه لسيدنا يوسف، قال له نكتل. نكتل مو اسم أخوه، نكتل من الكيل، يعني ناخذ من الكيل. فإذا بعت معنا أخونا بيزود لنا الكيل، بدل ما يعطينا المد بيعطينا مدين، بدل ما يعطينا 10 كيلو بيعطينا 20. فأرسل معنا أخانا بسببه يزيد لنا الكيل، لأنه هيك شرط علينا، هيك شرط علينا. فأرسل معنا أخانا نكتل بسببه، يعني يزيد الكيل بسببه. وإنا له لحافظون، نفس الكلمة اللي قالوها لسيدنا يوسف قالوا له لحنا يوسف كمان لح نحفظه. فلما سمع وإنا له لحافظون، تذكر سيدنا يوسف أنه أنتوا قلتوا لسيدنا يوسف أنه حافظون، ورحتوا لعبتوا وأكلوا الديب، هيك بنظركم أكلوا الذئب، ولكن يوسف لم يمت. وإنا له لحافظون، قال أنا آمنكم على أخوكم، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أخوه من قبل أنا آمنتكم عليه، لكنكم غدرتم به وتركتموه حتى أكله الذئب بنظركم، حتى مات بنظركم، ولكن يوسف لم يمت، لم يمت 40 سنة شبع موت، لا ولكن يوسف لم يمت. فأنا بدي سلمكم أخوه، تعملوا فيه مثل ما عملتوا به بيوسف. قالوا وإنا له لحافظون، ها
هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا. انظروا بين هذه الكلمة وبين كلمته الأولى عندما قال لإخوته وأخاف أن يأكله الذئب. لما أعطاهن يوسف قال لهم أخاف أن يأكله الذئب. هو اللي علمهم الحيلة، هو علمهم أنه خايف يأكل، قالوا له أكلوا الذئب. بين هون شو قال؟ قال فالله خير حافظا، يعني سلمته لله وبطلب حفظه من الله. فلما قال فالله خير حافظا قال الله تعالى لملائكته إن يعقوب جعلني حفيظا على ولده وعزتي وجلالي لأردن له يعقوب ويوسف. ما دام سلم لله لحرد له اثنين. من أول قال خاف علي من الذئب وأخاف أن يأكله الذئب. لو قال في الأول أستحفظه الله لحفظه الله. لذلك عليه الصلاة والسلام أمرنا دائما إذا رأينا أحدا يريد أن يسافر أن نقول له نستحفظك الله ونستودعك الله، اجعله وديعة عند الله. فمن استودع المسافر عند الله رد الله إليه المسافر بعافيته. أما إذا سافر ما قال له نستودعك الله، لو قال له خايف عليك من هالسفرة يخشى عليه في هذه السفرة. دائما بدنا نتعلم عند السفر أن نقول للمسافر أستودعك الله من لا تخيب ودائعه، أستحفظك عند الله. هي لازم نتعلمها عشان نقولها لكل واحد بيسافر. أما منقول له والله خايفين عليك من هالسفرة، خايفين عليك، بنخاف عليه بهالسفرة، وبيصير عليه تآمر بالسفرة أنه ما سلمنا لله، خفنا عليه. فلازم نكون دائما ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أحد الصحابة أن يسافر عانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فزور أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أستودعك عند من لا تخيب ودائعه. هذا يا ابني عند السفر. فالمسلم ما حافظ حتى يحكي لأخوه بيسافر بيقول له الله معك، وشو بيقول له هو؟ بيقول له أودعناكم. شو معنى أودعناكم؟ كلمة جميلة. هو لازم يقول له أستودعكم الله قبل ما يسافر. السنة الرجل قبل ما يسافر بيصلي ركعتين في البيت وبيحكي لأهله بيقول له أستودعكم الله، أستودعكم عند من لا تخيب ودائعه. فإذا استودعهم يرجع فيراهم بالعافية والصحة. يقول الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول سافرت إلى الحج وكانت زوجتي حامل، فقلت اللهم إني أستودعك ما في بطنها، اللهم إني أستودعك ما في بطنها. قال فذهبت إلى الحج ورجعت فرأيت الغلام يبكي. غلام موجود، وين أمه؟ قال والله أمه ولدت وماتت، ولدت الولد وماتت. فالإمام الشعراني مقرب إلى الله، صاحب حال مع الله، فبات ليلته وهو في حالة قرب إلى الله وذكر و يا ربي تاخذ لي الام. قال فرأى ملكا ينزل من السماء يقول له يا عبد الوهاب انت عندما سافرت قلت اللهم اني استودعك ما في بطنها،
ما قلت اللهم إني أستودعكها وأستودعك ما في بطنها، أنت طلبت وداع يلي بطنها، فحفظنا ما في بطنها لك، ولو استودعتها عندنا لحفظناها لك. يا أحبابي، إذن على الكلمة محاسب، بدك تنتبه على الكلمة. بده يسافر، اللهم إني أستودعه عندك يا من لا تخيب ودائعه. عظيم، الله يحفظه حتى يرجع، يحفظه ويحفظ له ماله حتى يرجع. أما كتير أنا بسمع، والله أنا خايف عليك، والله خايف عليك من هالسفرة، خايف ما يتسلط عليك حدا بيتسلط عليه، بيرجع بيقول والله يا أمي لو ما عناية الله وإلا شو صار، كان لح نهلك، كنا لح نخرب. هذا من قولها، أنه ما عرفت. لو قالت اللهم إني أستودعك ولدي، اللهم إني أستحفظه عندك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله يحفظه ويحفظ ماله ويحفظ ولده. هي احفظوها يا ابني، كل مسافر نقولها له، والمسافر كذلك يقول لأهله أستودعكم الله عند من لا تخيب ودائعه. فلما قال سيدنا يعقوب، لما قال فالله خير حافظا، قال الله وعزتي لأحفظنك لك ولديك ولأردنهما عليك. وحفظ الله ولديه ورد عليه، نعم، فالله خير حافظا. نعرف هالكلمة هي كم لها عند الله عز وجل. معنى فالله خير حافظا يعني الله عز وجل يحفظ الإنسان بالعناية ويرعاه بالرعاية ويكلأه بالرحمة ويخيم عليه خيمة الستر. هذا إذا استحفظته عند الله، أي إنسان استحفظه، استحفظ مالك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح كان يقول، إذا خرج من بيته صباحا عند الخروج من البيت كان يقول بسم الله توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عم تكتبوا؟ مين عم يكتب فيكم؟ لا الكتير، ليش؟ كلكم لازم تكتبوا يا ابني، هاي ما كل مرة تجيكم. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أستودعك نفسي وديني ومالي وأهلي وولدي. اللهم إني أستودعك نفسي وديني ومالي وأهلي وولدي يا من لا تخيب ودائعه. فإذا قال ذلك قال الشيطان للشياطين اذهبوا فليس لكم عنده حق، فإن الله حفظه ووقاه شر كل ما يؤذيه. فخذ حماية من الله، هي عندما تطلع من بيتك لازم تقولها. مين ممكن حافظها؟ يمكن كم واحد منيح حفظوها. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أستودعك ديني ومالي وأهلي وولدي يا من لا تخيب ودائعه. كل يوم أقولها، فمن قالها لا حرامي ولا سارق ولا حريق ولا، الله يحفظ الإنسان من كل هذه الأمور. فإذا كان النبي يعلمنا هذا فتعلموها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ما في، فصار الوقت انتهى الوقت. فالله خير حافظا، فإذا كان الله خير
وحافظا وهو أرحم الراحمين. أرحم من أهل السماوات وأرحم من أهل الأراضين. فأرحم على زوجتك، زوجتك إذا كانت حامل بدها تلد استودعها عند الله، اللهم إني أستودعها عندك وأستودع ولدها عندك، اللهم احفظها واحفظ ولدها، فالله يحفظها وبتلد ولادة طبيعية. لكن أما تروح على المستشفى لا بنستحفظها الله ولا بنستودعها عند الله ولا بنستودع ولدها، فدغري على الجراحة شق البطن والله يستر ما بيطلع الولد كمان. سببه ما عم نفقه كيف نستعمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهي كل يوم صباحا بتعهدوا عليها، بتعهدوا عليها كلنا نحفظها، يلي كتبها بيحفظها ويلي ما كتبها ما رح يحكيها، كأنه هلا بيطلع لبرا بينسى. لذلك يلي ما كتب ما له حصة في المجلس، له حصة يلي كتب، هذا اللي بيحفظ، هذا بده يتعلم. أما اللي جاي يسمع ودرنا ضهنا وتمينا ماشيين، متى ما طلعت لبيت ورحت لحلب تنسى، خاصة إذا حطوا لك الحفاتي وحطوا لك الفتي خلاص نسينا كل شيء راحت علينا. وما إمتى بدك تتذكرها؟ له والله أخي والله الشيخ حكالنا بس والله نسيتها، نسيت. ليش ما بتكتب يا ابني؟ اللي القلم بيميل له كتفه يحمله لرفيقه، اذا القلم بيميل كتفك او اذا كانت الورقه لح ترجلك رجليك منتقلها حميل ورقه وقلم تعا اكتب. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. لما دخل النبي الى الغار صلى الله تعالى عليه وسلم، قريش عم تتابعه، لما دخل النبي الى الغار دخل وهو يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اللهم إني أستودعك نفسي وأبا بكر، أستودعك نفسي وأبا بكر فاحرسني بعنايتك. حفظه الله. وصلوا إلى باب الغار شافوهن، مع أن سيدنا أبو بكر خاف، قال له لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه أنه عش العنكبوت لو نطلع من تحت لأبصرنا، قال له يا أبا بكر ما تقول في اثنين الله ثالثهما، الله حافظنا. قبل كمان واحدة تانية، مرت أبو جهل، مرت أبو لهب، لما نزل قول الله تعالى وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل من مسد، قالت أيشتمني محمد، عم يشتمني عم يحكي علي، حملت صخرة على رأسها وحلفت إلا تضرب رأس النبي فيها، حاملتها وجاي صخرة على رأسها بدها تضرب النبي فيها، النبي قاعد هو وسيدنا أبو بكر الصديق قاعدين سوا. سيدنا أبو بكر قال له يا رسول الله هي أم جميل حاملة صخرة وجاي، قال إن الله يحجبني عنها. جيت لسيدنا أبو بكر قالت له وين صاحبك هجاني، وين صاحبك هجاني، واللات والعزة لأرضخن رأسه بهذه الصخرة، وينه صاحبك؟ صاحبه قدامه قاعد. قال لا مو صاحبي اللي هجاكي، إنما رب السماء هجاكي، مو صاحبي. قالت له أنا بدبره إذا شفته هالصخرة لحتى محاملها حاملتها لحتى أرضخ فيها رأسه، ودارت ظهره ورجعت، لما رجعت
التفت سيدنا أبو بكر تقول له يا رسول الله شو ما شافتك؟ قال له إن الله أرسل جبريل حجبني عنها بجناحه. في حماية إلهية لك يا ابني، في حماية إلهية. فأنت بس استودع نفسك عند الله، استودع نفسك حتى ما تزيغ، ما تقع في الزيغ، ما تقع في الضلال، ما تقع في الشقاء. استودع نفسك عند الله. فإذا النبي كل ما طلع عم يقرأ هالدعاء وقال اللي بيقوله الله كمان بيحفظه، فمعناتها لازم كلياتنا من حبنا لرسول الله نحفظ الدعاء ونقوله دائما حتى ما نقع في شيء من ذلك. كذلك أنبياء كمان من الأنبياء، دانيال، دانيال بخته نصر حطه ببير وحط معه أسدين 70، حبسوا ببير وحبس معه أسدين مشان يأكلوه. لكن دانيال نبي من الأنبياء كان، لما نزل إلى البير نزل وهو يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، سأل الله الحفظ. فكان الأسدان معه يلحسانه ولا يؤذيانه، ويومين وثلاثة وأربعة وجاعوا وما مدوا، حتى نزل جبريل بطعام له قال له إن الله عز وجل أرسلني لك بهذا الطعام. فقال الحمد لله الذي لم ينسني وأنا في البئر. فأكل وأطعم وأطعم 70. يا سبحان الله. إذن الله يحفظ، نعم الله يحفظ. وهذا إذا كان نجيب قصص على الحفظ، قصص كثيرة. الله يحفظ، أنا صار معي وغيري صار معه، والله نفذ من الهلاك. فالله بيخلصك من الهلاك، كما كان بعض الصالحين رضي الله عنهم طلع من بلده بده يتوكل على الله، بده يتعلم التوكل. ما هذا اللي ما له شيخ هيك بيتعب حاله، لكن اللي له شيخ ما بيحتاج لهالشيء. هذا طلع من بلده بده يتوكل على الله، وهو ماشي في الطريق وقع بالبير، حافرين بير على عمق مترين، مترين ونص، وقع فيه. بده يطلع ما كان يحسن يطلع، وأظلم الظلام بمرأة اثنين، واحد حكى للتاني قال لك أخي هذا البير مكشوف، لك تعال خلينا نغطيه ما يجي شي واحد يوع فيه. هو جوا يقول له انه انا هون خذوا ايدي. قال انت طالع تتوكل على الله، توكل على الله. ما نادال هون ولا حكى هون، جابوا شفايه وغطوه وش البير. ما صار ليل الا حس بحركه خشخشي، ما شاف الا كحبل مد، وكأن منادي عم يقول له تمسك حبل، مسك فيه صار ينسحب أول بول. لما طلع لبرا وأز حنش طوله 3 متر 4 متر، فسمع المنادي لما توكلت علينا أنجيناك من الهلاك بالهلاك، لما توكلت علينا أنجيناك من الهلاك بالهلاك. هذا لو تسلط عليك كان بهلكك، لكن نجيناك فيه، امتد لتحت وارتبطت فيه وشحط شحطك وطالعك. فيا ابني لما بتتوكل على الله، الله يحفظك. فكونوا دائما متوكلين على الله، ومنوقف عند هذه الكلمة حتى نعرف أن الله عز وجل يكرم الإنسان بكرامة الدنيا وكرامة الآخرة إذا توكل عليه. لذلك الحديث من توكل على الله كفاه، والقرآن يقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله
بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا إلى قول الله تعالى: ولما فتحوا متاعهم. هلا راجعين بالطريق، بينما يصلوا منكون رجعنا المرة الثانية. راجعين من مصر إلى فلسطين، إن شاء الله منكون رجعنا ومنبدأ. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه.